أهلا وسهلا فيكم بخاناتي. وصفتنا لليوم رح تكون راحة الحلقوم، حلو شعبي بطعم خيالي، أكيد رح يحبوه الصغار والكبار. بتمنى تظلكم معي بالفيديو للأخير لنتابع كل التفاصيل مع بعض. طري جدا جدا وبدوب بالفم. فيكن تطبقوها بالطريقة اللي شايفينها ببسكويت سادة وتاكلوها جنب القهوة، كثير لذيذة، وصفة بتستحق انكم تجربوها. المقادير اللي راح اعطيكم اياها بالفيديو، عملت لي كمية كيلو و800 جرام من الراحة. طبعا انتو فيكن تقللوا او تكثروا الكمية حسب رغبتكم. شوفوا كيف بتمط، بجد رائعة جدا جدا. رح اعطيكم كل الاسرار لنجاحها. اول شي رح نجيب 300 ميلي من الماء او كوب، رح نذوب فيهم 265 جرام من النشا كورن فلور او كوب وربع. نخفق بشكل جيد النشا بالماء لحتى النشا تذوب نهائيا. اذا بعدكم ما اشتركتوا بقناتي ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من الوصفات. بس النشا تذوب تماما راح نخليها على جنب وراح نبدأ بعمل القطر. راح نحتاج 900 ميلي من الماء او 3 كوب، 650 جرام من السكر او كوبين. راح نخفقهم كثير منيح قبل ما ناخذهم على النار، لازم حبات السكر يذوبوا تماما بالماء قبل ما نبدأ بطبخ القطر. راح نضيف شوي من ملح الليمون لحتى ما يسكر معنا القطر. اذا مش متوفر عندكم فيكن تضيفوا شوي من عصير الليمون. بس يذوب السكر تماما رح ناخذهم على النار، رح نخليهم لحتى يغلوا، وبعد ما يغلوا رح نعير لهم 10 دقائق. بس يصير يغلي القطر لازم نعير لهم 10 دقائق. مهم جدا بهالمرحلة يكون عنا ساعة حدينا لحتى نعير الوقت
بالضبط، لأنه إذا بتخلوه وقت أقل مش رح يضبط معكم القطر، فمش رح تضبط معكم الراحة. وإذا بتخلوها وقت أكثر كمان الراحة مش رح تضبط معكم، لازم تكون 10 دقائق بالضبط. طبعا نبدأ نعير الدقائق بعد غليان القطر. وبعد ما يمرقوا الأسد دقائق رح نجيب الماء والنشا. أنا حطيت الماء والنشا بالشربة لحتى يكون الشغل أسهل. رح نبلش نخفق قبل ما نضيف النشا، ورح نبلش نضيف النشا بالتدريج مثل ما شايفين بالفيديو. لازم نضل نخفق ونضيف النشا بهالطريقة لحتى النشا ما تشكل تكتلات بالقطر. رح نضل نضيف الماء والنشا بالتدريج هيك لحتى نخلص كل الكمية. بس تخلصوا الكمية رح تلاحظوا انه دغري الخليط رح يسمك معكم، لازم نضلكم تحركوا باستمرار. وبهالمرحلة رح نعير لهم من 4 إلى 5 دقائق لنطبخ النشا بشكل جيد وما يضل عنا طعمة النشا، دائما مع استمرار بالتحريك. اذا عندكم طنجرة تكون ارض سميك او تفار، فضل انكم تستخدموها لتعملوا وصفة الراحة لحتى الراحة ما يتغير لونها وما تلزق في ارض الطنجرة. في هالمرحلة لازم تغيروا لملعقة خشب لتقدروا تحركوا مزيج الراحة بشكل جيد، لانه بهالمرحلة رح تثقل كثير. بهالمرحلة رح نرجع نضيف عليهم شوي من ملح الليمون أو عصير الليمون. وبعد المرور من الوقت اللي قلت لكم عنه رح نرجع نضيف 2 كوب من السكر أو 650 جرام. رح نحركهم لحتى يذوب السكر تماما. إذا بتلاحظوا بوصفتنا ضفنا السكر بمرحلتين، أول مرحلة لنعمل القطر وثاني مرحلة لنكمل طبخ الراحة. بس يدوب السكر من هون يعيد بيبدأ طبخ الراحة. رح نكون طبعا منوصين الغاز للأخير، ورح نعير من 30 إلى 35 دقيقة. ما تفكروا انه الراحة صار قوامة سميك معناتها صارت جاهزة، لأنكم بتكونوا غلطانين. الراحة الأصلية بدها طبخ، فلازم تطولوا بالكم مشان النتيجة تطلع معكم رائعة. طبعا هذا الوقت مش راح نضلنا نحرك باستمرار. اذا استخدمنا طنجرة تكون تفار او ارضة سميك، بس انا ما بفضل نترك مزيج الراحة اكثر من دقيقة، لانه مثل ما شايفين المزيج ثقيل
وأكيد بحاجة إنه نحركهم لا تنطبخ الراحة بشكل متساوي. ففيكن تريحوا من وقت للثاني، بس حاولوا ما تطولوا عليها كثير عبين ما يمرق الوقت. كثير مهم انكم تخلوا ساحتكم لحتى تعيروا الوقت من لما ضفنا السكر بثاني مرحلة من طبخ الراحة. راح تعيروا بس يدوب السكر من 30 إلى 35 دقيقة. وبس يمرقوا 30 دقيقة من طبخ الراحة، راح نجرب إذا الراحة صارت جاهزة. راح نشيل شوي من مزيج الراحة مثل ما شايفين، وراح نضعها بكاسة من الماء البارد. المهم لازم تكون باردة جدا جدا. راح نتركها شوي لحتى يبرد المزيج. بعد ما يمرق شوية وقت رح نشيلها من الماء لنشوف إذا الراحة صارت جاهزة. إذا ما دابت طبعا بالماء وبتحسوها إنها متماسكة وعبتمط، معناتها الراحة صارت جاهزة. أنا أخذت معي وقت طبخ 30 دقيقة، أنا بقول من 30 إلى 35 دقيقة لأنه ممكن تاخد معكم وقت أكثر. فمهم جدا إنكم تعملوا التجربة بالماء البارد قبل ما تطفوا الغاز. بهالمرحلة رح نقدر نضيفلها ماء الزهر أو ماء الورد حسب رغبتكم، وأنا رح ضيفلها نقطة من ملون الطعام. هذه الخطوة فيكن ما تعملوها وتخلوا الراحة على لونها الطبيعي. أنا حبيت لونها باللون الزهر. مشان تجربة الراحة بالماء البارد مش لازم أبدا تجربوها قبل ما يمرق وقت أقل شيء 30 دقيقة من طبخ الراحة. وهسه رح نضيف الراحة على قالب قزاز رح نكون مغلفينه ببلاستيك غذائي، وعني رشيت عليه شوي من النشا والسكر المطحون لحتى الراحة ما تلزق بالقالب. تغليف القالب ببلاستيك الغذائي مهم جدا لحتى الراحة ما تلزق بأرض القالب. البلاستيك الغذائي هو اللي بيستخدموه ليغلفوا جميع الأكلات والخضار بالسوبر ماركت. حاولوا انكم تحطوها بقالب ما يكون كبير كثير لحتى الراحة تطلع معكم سميكي. منضل نعمل طبقة من الراحة يلي فوق بالشكل اللي شايفينه لحتى الراحة تطلع على مستوى واحد من كل جهات. ما شاء الله شوفوا قديشها متماسكة وبعدها سخنة.
راح نرش على وجهها شوي من النشا. في ناس بتضيف لها نشا مع السكر المطحون، انا باخر مرحله بحط لها فقط نشا وبلتها بس بنشا، لانه باغلب الوقت السكر المطحون بيدوب. واكيد انه هذا الشيء اختياري، انتو فيكن تضيفوا لها سكر مطحون، هذا الشيء بيرجع لكم. رح نتركها لتبرد تماما برا، ما في داعي نفوتها على البراد قبل ما نقطعها. طبعا لازم نتركها تبرد تماما. هيك الراحة صارت جاهزة، ما شاء الله شوفوا كيف بتمط. وصفة بتستحق انكم تجربوها، طعمها خيالي. لاحظوا معي قديش سهلة تقطيعها من دون ما نفوتها ابدا على البراد. انا هالحلو بحتفظ فيه بوعاء قزاز او بلاستيك يكون عليه غطاء منيح، وما بدخله ابدا على البراد، بتركه برا. طبعا ما تكون درجة الحرارة كثير عالية بالمكان يلي رح تتركه الراحة. طيب كثير مع بسكويت هذا، بتمنى عن جد تجربوا هالوصفة، مش راح تندموا ابدا. شكله كثير حلو ومن جوا كثير طرية. شوفوا كيف بتمط، هيك لازم تطلع الراحة الأصلية. بتمنى يكون عجبكم الفيديو وانكم تستفيدوا من هالوصفة. منشوفكم بالفيديو القادم ان شاء الله، وألف صحة وعافية.